اختيار مشروع الغدير جاء استجابة إلى النمو الكبير الذي تشهده الدولة تحديدا في شمال أبوظبي وجنوب دبي، حيث تضم هذه المنطقة العديد من المشاريع الكبرى الجديدة التي تساهم في خلق الوظائف مثل كيزاد ومركز دبي العالمي. مشروع الغدير المميز فيه أنه ما بين إمارة أبوظبي ودبي، كذلك من قربه من المناطق الحيوية مثل مطار المكتوم وإكسبو 2020. شركة الدار العقارية مصدر فخر لأهل الدار. الدار عامرة بأهلها. هذا خوي منذر نموذج اللي بالنسبة عن اللي احنا مسمينه الموزنيت، اللي هو مثل الفيلا مقسمة إلى وحدات ما بين المكس ما بين الاستديو والغرفة وصالة. عندك هني هذه كأنها بروحها فيلا فيها 4 وحدات، الدور الأرضي فيها استديو وغرفة وصالة، كذلك الدور الأول فيه استديو وغرفة وصالة. ممكن إن إحنا نبيعها هذه كاملة وحدة بروحها كأنها فيلا وحدة، وهذه تناسب أكثر شيء العوائل اللي يبون يسكنون مع بعض، ما يبون يكونون بعيدين عن بعض، فممكن هم ياخذون النص اللي هو 4 وحدات أو ممكن إنهم ياخذون الفيلا الكاملة. مثل ما قلت لك دور أرضي والدور الأول، المدخل واحد وكل فيلا لها الأكسس مالها. في حديقه بعد من الخلف. هي بالنسبه لليونت اللي على الدور الارضي في منهم تراس في الخلف، فهذا يمكن اللي يميزها اكثر شيء واللي يكون اقبال اكثر شيء على اللي في الدور الارضي. بخصوص الاسعار اخوي منذر، عندك هذه هي المرحله الثانيه اللي نحن الحين فاتحينها للبيع بالنسبه لمشروع الغدير. هني الصف الأولى اللي يطلع على البحيرة اللي تشوفها هني، هذه عبارة عن ميزونيت. الميزونيت هو عبارة عن استيديو وغرفة وصالة، والأسعار تقريبا من 290 بالنسبة للاستيديو، والغرفة وصالة اللي هي 499. وآخر شيء في الصفات اللي هني يتيك ميكس ما بين 2 بدروم إلى 3 بدروم، والأسعار من 800 تقريبا 99 إلى 1,000,000. وآخر صفة عندك هذه اللي هي 4 غرف نوم، أسعارها 1,400,000. فيلا متكاملة. فيلا متكاملة ومنفصلة 4 غرف نوم. 1,400,000. 1,400,000 نعم. وبالنسبة عن الدفعات، الدفعات عندنا اللي هي تبدأ من رسوم الحجز 5%، بالنسبة للاستديو تقريبا معناته 14,500.